بعملية شفط الدهون للبطن اللي في كتير ناس بيعملوها. هيدي العملية بتستغرق ساعة ونص عادة، عملية هينة، من بعدها بتروح على البيت دغري وما كأنه عملت شيء. هيك قالوا له لنبيل عواضة بسانتر ماليشاف للتجميل، وعلى هيدا الأساس توجه لعندهم على سانتر بالزلقة فات لحتى يعمل العملية. قديش بقي نبيل لحتى ظهر من العملية؟ كيف صار شكله بعد عملية التجميل؟ خلينا نشوف سوا. رحت بأبريل 3 أبريل السنة الماضية على أليكسي ماليشاف برايفت كلينيك، بدي أعمل عملية شفط دهون. قال لي إنه العملية تستغرق ساعة وربع. من بعد منها أنا وعيت بعد 28 يوم بمستشفى الجامعة الأمريكية، اللي تبين بعدين إنه كان في تؤوب بالمعدة تسببوا فيها بعندية أليكسي ماليشاف بين 13 و15 تؤب، وما عرفوا. أخذوني على مستشفى الحياة، بالحياة حطوني عطوني بس منوم ومصل 7-8 أيام. أخذوني على الجامعة الأمريكية، بالجامعة الأمريكية دكتور ماهر حسين تولى الموضوع، بس طبعا ما كان في أمل 1%، وعمل لي العملية. حياة صعبة كتير، عم بتنقل من بلد لبلد، من مستشفى لمستشفى. طلعت أنا وزوجتي على تواصلت مع أمريكا، مع أهم دكاترة بأمريكا، اتضح أنه حالتي من أصعب الحالات بالعالم، لأنه نسبة الجلد والعضل اللي منشالي من جسمي نسبة كتير كبيرة، وبعد ما يخلصوا كل العمليات جسمي بيرجع لحالة 60% مما كنت عليه قبل عملية شفط الدهون. أنا بس نام بنام على مصاريني، سوري ما بقدر فوت على التواليت مثل أي إنسان عادي، عندي كتير مشاكل. تدهور حالتي ساء بسبب الفترة اللي قعدت فيها بمستشفى الحياة وما عالجوني، بواصل لمرحلة مخنوق فيها كتير، لن دفعوا لي اللي دفعته، لا عوضوا علي، لا عم يعطوني حتى العمليات اللي بدها تنعمل. أنا وضعي هلأ بوزارة العدل، ينصفوني بالوقت، ينصفوني بالقرار، التقرير اللي معمولي كله مزيفة، التقرير اللي طالع من مستشفى الحياة غلط، التقرير اللي طالع عند أليكسي ماليشاف غلط، يعني حتى تقرير الطبيب الشرعي ما كان منصف لإلي. إنه الناس اللي غلطوا معي بعدهم عايشين حياتهم طبيعية، حياتهم العائلية والمهنية، وعم بيطوروا حالهم ليطلعوا فلوس أكتر، مصاري أكتر، وأنا من الناس اللي عم عاني بشكل يومي، مش إنه افتراضي، بشكل يومي أنا وعائلتي وأهلي من كل النواحي. اليوم بلبنان أو بأي دولة بالعالم، المجرم إذا عمل جريمة قتل بيتحاسب، بيتحاكم. إنه الدكتور منه معصوم، يعني أول شيء منه معصوم عن الخطأ، وشغلة تانية لما بيغلط المفروض يتحاسب مثل كل الناس. هيدي هي عملية التجميل اللي عملها نبيل، تشويه تام، منظر بخوف صراحة، ومش بس بتخلص القصة عند هيدا الشكل، ولكن نبيل كان مات من ورا اللي صار معه. ثقوب الليزر وصلت للمصارين، سببت له 17 فخت بمصرانه، وكملت هيدي الأخطاء والإهمالات معه لنبيل لا وصل لمستشفى الحياة يلي بقي فيها كمان فترة 8 أيام على المصل وعلى المسكن وعلى الأنتيبيوتيك، من دون ما يعملوا له ولا أي صورة ولا أي سكانر لحتى تدهورت حالته صحية أكتر. رجعوا قدروا خلصوه على آخر لحظة بمستشفى الجامعة الأمريكية. هيدا الحكي يلي عم نحكيه بيتطابق مع تقرير وزارة الصحة وتقرير الجامعة الأمريكية، ولكن بيتعارض مع تقرير نقابة الأطباء، مثل كل القضايا اللي بنحكي عنها، يلي حاولت بأول تقرير إنها تشيل المسؤولية عن مستشفى الحياة وتحط المسؤولية على نبيل أو على عائلته، يلي بحسب يلي بتقوله المستشفى رفضوا إنه مستشفى الحياة تعمل عملية جراحية لنبيل، وفضلوا إنه يتركوه بهيدي الحالة. قضية نبيل عواضة اليوم أمام القضاء. نبيل بعد عنده عدد من العمليات فيهم كتير خطر على حياته وكلفتهم كتير عالية ولازم يعملون، يلي شفناه منه مقبول أبدا لا طبيا ولا إنسانيا، ما حدا بيقبله. المطلوب اليوم نقابة الأطباء توقف تستر عامة بالتقارير اللي بنعمله عن الأخطاء وعن حماية الأطباء ومنع محاسبة الأطباء. من نهار السبت عم نتلقى اتصالات نحن من محامي ماليشاف عم يطلب انه الحلقه ما تنزاع على الهواء، مع انه نحن دعيناهم يكونوا معنا بالحلقه ويكون عندهم حق الرد ويكونوا ضيوفنا، وسطات انه نقعد معهم لحتى نظبط الموضوع، ودور حجه انه ما تفوتوا بالموضوع في كتير مغالطات، ودور انه اذا طلعتوا بهالحلقه على الهواء هذا الشيء بياثر على مسار القضاء اللبناني. شو يعني بياثر على مسار القضاء؟ انسان عم بيقول لك انه بينام على مصارينه، لا تصلح الغلط معه، لا تعوض له، لا عنده عدد من العمليات ما حدا بعد تكلف فيهم انه يدفعهم. اذا كانت هيدي الحلقه رح تاثر على مسار القضاء، بعتقد التاثير هو لحتى
يتم التعجيل بالمحاسبة والإسراع بصدور قرار بأسرع وقت ممكن. وهذا الملف نحن عينا عليه الأسبوع الماضي، حكينا عن قرار قضائي أخذته القاضية سمرندا نصار بسابقة من نوعة، ودانت فيه حكيمين بالرغم من تقرير النقابي اللي كان العكس، كان لصالح الحكيمين. اليوم القضاء مطالب بقرارات سوية، قرارات سليمة، قرارات ما حدا يأثر عليها وتضمن حقوق الناس، ما حدا عم يطلب أكثر من هيك.